يلجأ الكثير من اليمنيين في محافظة حجة إلى طرق بديلة في رحلات شاقة بحثا عن العلاج الذي لا يتوفر في مناطقهم وسط الاشتباكات المتواصلة التي تدخل عامها التاسع والحصار والخوف من الاعتقال والألغى. في محافظة حجة يستخدم الأهالي قوارب صيد متداعية في رحلتهم من ميناء ميدي لعبور المياه الدولية والإقليمية وصولا إلى ميناء الخوخة جنوبا بحثا عن العلاج لإصابات أنهكت أجسادهم. هناك عدة أمراض لا توجد أخصائيين للعلاج في هذه المنطقة، مما اضطروا للخروج إلى محافظة تعز عن طريق البحر، حيث يتخذون قوارب صيد متهالكة لتنقلهم عبر رحلة سفر طويلة من ميناء ميدي إلى ميناء الخوخة. وبحسب السلطات المحلية في مديرية ميدي، تم تسيير نحو 40 رحلة منذ عامين ونصف لمرضى جلهم من أصحاب الأمراض المستعصية، إضافة إلى مبتوري الأطراف وبعض الطلاب الجامعيين. ذهبنا للحصول إلى طرف، ركبنا في تلك القارب المتهالك من ميدي على متن قارب متهالك ما يقارب منها 32، ما بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ. ذهبنا إلى الخوخة، استمرت تلك المعاناة في البحر بين تلك الأمواج المتلاطمة والقارب وتلك القارب المتهالك. صبرنا ما يقارب 26 ساعة حتى وصلنا إلى منطقة الخوخة. مديرية ميدي وحرب وعبس وحيران، لدينا مرضى، أكثر من مرضى، وهم المبترين وأصحاب الفيروز وأصحاب السرطانات وفيروز الكبد وغسيل بسمو والفشل الكلوي. فانطرينا أن نخرج من ميناء ميدي على قوارب متهالكة إلى ميناء المخا بسبب جور الحرب والحصار والدمار الذي حل ببلادنا. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة في محافظة حجة إن لديهم في المستشفيات والمراكز الصحية عددا كبيرا من مرضى القلب وأمراض السرطان والعيون، فضلا عن أمراض أخرى لا يمكنهم تقديم خدمات للمرضى المصابين بها، كما أن أغلب المرضى عاجزون ويجدون صعوبة في تحمل التكاليف الباهظة بدءا من أجور النقل رغم المخاطر وانتهاءا بتكاليف العلاج والسكن خارج مناطقهم.